السلام عليكم، كيف حال الشباب؟ طبعا اليوم مقطعنا راح يكون عن طور روكت ليج الجديد، طور السباق اضافوه فورتنايت الان، ومعاه سكن مجاني قدامكم والحقي بها المجانيه، لهم تحديات واضافوا مع الطور ثلاث قوائم تحديات، تحديات مصنفه رانك، وتحديات اسمها بدايه الموسم صفر، وتحديات اسمها جرب روكت ريسنج اللي هي بيكون فيها السكن المجاني والحقيبه. كل هاي الاشياء راح اشرحها الان، افهمكم فكره الطور، كيف تدخل على الطور، وكيف تعرف تستخدم الطور انك تسوق السياره وتسوي الحركات الصعبه الموجوده بالطور. طيب خلونا نجرب الطور. فوت على الاطوار باي ايبك، هذا هو روكت ليج الان فتح، في الشلمتين بلعبه تخيلوا، بنختاره بنعمل تحديد. اوكي تصنيفي صفر، هاي السيارة اللي عندي اعطوني اياها من روكت ليج، فانا عندي اوكتان وعندي هاي السيارة. طيب نعمل وضع اللعبة اللي هون، طبعا قبل ما نسوي هذا الاشي فيه تحديات. بداية الموسم صفر، هاي السكن المجاني، هاي قائمته، شايفين الصورة، اسمه روكت ريسنج، جرب روكت ريسنج، وله تحدي على السكن لازم نصل تصنيف ذهبي، تصنيف جولد بروكت ليج بالطور، السكن لازم تصل إلى تصنيف ذهبي. تيجي تسألني كيف أتصنف؟ لا تختار ماب، لما تختار ماب ببطل الجيم رانك، ببطل الجيم مصنف، خلاص أنت تختار ماب ببطل مصنف. فأنت المفروض لما تفوت هون عند روكت ليج الطور تختاره تحديد، تيجي هون وضع اللعبة، تختار الصورة اللي فوق هاي، هون اللي هون بتكون، روكت ريسنج اسم الطور. حط تحديد بيطلع لك هيك، تحط جاز، هو بفوتك جيم عشوائي بس بيكون رانك، الان رانكك بنحسب، ففي ثلاثة جيم لعبتهم بدون رانك بغلطك، اذا اخترت ماب بروح الرانك، بروح التصنيف، بتلعب جيم مو تصنيف، مو المبات لا الطور نفسه من هون كمان مرة، بتعمل تحديد مرة ثانية، هون بصير رانك شايفين؟ طيب عندك تحديات مصنف، إذا وصلت برونزي بعطوك هاي الجوائز، منهم عجلات ومنهم لون، إذا وصلت فضي بعطوك اكس بي بالإضافة لعجلات ولون للسيارة، إذا وصلت ذهبي بعطوك اكس بي بالاضافه لهي الجوائز، وماسي عجلات كله عجلات، وهي النخبه وبطولي وخرافي كله عجلات للسياره. طيب تحديات بدايه الموسم صفر، شايفين تحت الفيس كام هي هون، التحدي الاول هو نفس التحدي بس سبع مراحل، اكمل سباقات، اول مرحله سباقين، الثاني اربعه، ممكن المرحله الثالثه ثمانيه، وهكذا الى سبع مراحل. التحدي اللي هون سبع مراحل، قد مسافه بالسياره، اول مرحله بتكون كانها 100,000 مسافه او 100,000 خطوه او متر، بعدين المرحله الثانيه 150، والمرحله الثالثه بتزيد، والرابعه وهكذا. انزلق بالسياره، وريتكم بالتحديات اللي هي اوكي هاي الحركه بسويها بالليفت شيفت مع اليمين او اليسار، هسه بتشوفوا كيف، ها شفتوا كيف؟ لا ليفت شيفت مع الدي، والله صعبه الليفت شيفت مع الاي او مع الدي. فخلصت اول مرحله، الان المرحله الثانيه منها 50,000، والمرحله الثالثه والرابعه نفس الشيء. نشط التيربل هو التيربل بسرع سيارتك، المرحله الاولى بقول لك استخدمه 10 مرات، والمرحله الثانيه بقول لك استخدم التيربل او نشطه 20 مره، نفس التحدي بضله الى سبع مراحل. شغلت التيربل، اوكي بتقدر تضغط مره ثانيه بعزز لك اياه. واخر شيء حلق بالسياره سهل، لما يكون في قدامك مخاطر بتطير بالسياره، شو ما ضليت ضاغط عليها بترتفع، شايف؟ شلت ايدك تطيح، انا عندي تاعت الماوس الاطلاق يعني اللفت كليك، فهيك بتكون مخلص التحديات، بعطوك جوائز واكس بي. طيب وضع السباق، روكت ريسنج طور ولا عرض تعليمي سلس؟ خلينا نفوت على عرض التعليمي السلس، مضامير مبتدئ، مضامير متقدم، يعني حلبات سباق للمبتدئين، للمتقدم، للخبير، التدريب فيه 2000 بيلعبوه، لازم نفوته. طيب بدا البوست عندي بالماوس انا، حسب ما بكتبوا لك البوست واي كبسه بتكبسها، انا عندي بقول الماوس، شغلت التيربو، اوكي بتقدر تضغط مره ثانيه بعزز لك اياه، والتيربو بصير يشحن لحاله، اتوقع عندي اللفات بشحن الحركات هاي، شايفين الحركات هاي؟ ايوه عندي الماوس اللي بتطلق نار بتخلي السياره تنط، اضغط باستمرار عليها بتطير، باستمرار، لا شكلي جبت العيد انا، شو ما ضليت ضاغط عليها بترتفع، شايف؟ شلت ايدك تطيح، مستعد للسباق، تعلم التقنيات المتقدمه، نتعلم. طيب اثناء التحليق في الهواء اوكي رايت كليك مع الاي اليسار، يعني بتحطك على الحيط اليسار، رايت كليك توديك على الحيط اليسار مع الاي اليسار، يعني كيف تعمل الحركه؟ نطلع فوق، رايت كليك مع الدبليو او اللي بتمشيك بالسياره، يعني بتطلعك فوق على الشارع اللي فوق، هسه رايت كليك مع الدي اليمين، يعني ها شفتوا كيف صرت افهم. طيب خلصنا، مستعد للسباق، رجوع الى الردها، اتوقع لحالي ولا مع ناس، كبس اللي ترجع لورا مع الرايت كليك. خلصنا اول سباق، انا عامل سوري عامل خاص، طب بصير تلعبها خاص يعني، حلو نلعبها خاص بنحسبن، يعني تقدر تسوي التحديات بالخاص عشان ما حدا يخرب عليك، ما حدا يصدمك وهكذا. في صوت ناس يعني، فيها صوت هاي الماب، دير بالكم فيها صوت،
اوكي بدأ السباق، ليتس جو. انا الخامس تقريبا، بدي اصير الاول. فيها لاج. خلصت. يلا الخامس مش غلط. طبعا الان راح العب اجيام عاديه مو تصنيف، لانه التصنيف معلق عندي، بدخل جيم تصنيف ما ببدا لانه في مشكله بالسيرفرات. طيب لعبنا المبتدئ، خلينا نجرب المتقدم، بدي اجرب الاغلب الاشياء الصعبه عادي. بس اهم شيء اذا مو حاب حدا يسمعك وتسمعه باللعبه، قفل المايك من داخل اللعبه على طول. طيب الصوت بيكون شغال، كنت اطلع من الصوت اللي هون مش عارف. اهم شيء مايك قفله كتم. انا الاول بس مؤقتا. لا بسم الله، انا هذا اصعب، هذا الوضع متقدم. في ناس طلعوا من فوق، اي طلعت لهم وانا الاول. ملك بدي اخذ بوست. لا اي كان طحت من الاول للثامن. تخيلوا احنا اللفه الثانيه مشكله. هاي بوس، هاي بوس، هاي بوس. حلو، على وقتك على وقتك. الخامس، نفس الجولة الماضية الخامس. طب الآن روح على الخطير، لأنه شفت المتقدم سهل. مين أكثر ناس بيلعبوا فيه الخطير؟ والله في كمان هون مبات، أوف. هنشوف هذا الخطير اللي هون، الطريق المائل. أصعب نوع متقدم حتى، والأصعب من المتقدم، نسيت اسمه، خطير كأنه. أها بكسروا بخربوا هذول. جمع بوس بالحركة هاي، ابعد من قدامي. ول 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 ول. بدك تدير بالك هون. تدريجي طير عشان ما تطيح تروح عليك. اوكي اعطوني خلاص مهمة. معي بوست. ليتس جو. لا 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 والله بجيب العيد كنت. حلو انا الثالث. حلو هون بوستات اكثر بتجيبها. هاي بدك تركز هون بتطير. ايوه صرت السادس، جبت العيد. هاي هم كمان جابوا العيد اللي وراي، صعب لان هاي بتخربط. خذوا مني، جابوا العيد اللي وراي كلهم. اللي وراي تصدمني حاسه. طيران تدريجي، وفر بوست. بلعت انا. طريق جانبي، انا غبي، طريق على الجانب هيو. طيب. 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 هيك ماشي بطيء انا بس عشان ما اجيب العيد. ايوه طيران هون، انا بجيب العيد بالطيران، اخر شيء طيران، ليش مصعبها على حالي؟ انا مصعبها على حالي مع انه اخر شيء طيران. لا لا لا. هذا جيبه بده يجيبه، جيبه، في واحد طاح. بعدنا السابع، لا لا ما طاح. هذا من جولة ثانية. اجيب اللي قدامي لازم. لازم نجيبه عشان يصير سادس او خامس. طيب اوكي فهمتها. فزنا السابع، بس والله الماب جدا صعب. فبس شباب نهاية مقطعنا، اذا حاب تدعمني لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. لا تنسى كود الشوب وايزد ودي دي. مع السلامة.